السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن بعض الزيارات اللي أنا كنت بعملها وأنا ساكن في الحلمية لقرايبي اللي في أماكن مختلفة، ومنهم طبعا بيت جدتي وبيت جدي، بيت جدتي في اليكنية وبيت جدي في سوق السلاح وبيت خالاتي في زرع النوى. طبعا كانت الخروج من البيت في الحلمية والمشي في الشارع لغاية ما نوصل لشارع محمد علي، وبعدين الدخول على شارع المغربلين، وبعدين خروج من شارع المغربلين على اليكنية، دي كانت بتعتبر بالنسبة لي رحلة كبيرة، لأن هي كانت حوالي 2 كيلو تقريبا بالطريقة دي، لأن بعدي فيها شوارع كتيرة جدا وبمشي على الرصيف وعدي فيها الترماي علشان أخش على اليكنية. من أجمل الأشياء اللي أنا كنت بشوفها في اليكنية بعض العمال وبعض الصناعات اللي كانت موجودة في الوقت ده كلها، خاصة الصناعات اليدويه اللي كانت موجوده في الورش اللي موجوده هناك. ومن اجمل الاشياء اللي انا ما زلت اتذكرها اللي هو المكواجي ابو رجل. يعني ايه مكواجي ابو رجل؟ يعني احنا عارفين المكوى بتاعتنا هي صغيره قد كده، هو ممكن نمسكها في ايدنا عشان نكوي بيها القمصان والبنطلونات. اول المكواجي الرجل ده كانت المكوى بتاعته حوالي طولها يمكن 70 او 80 سنتي وعرضها يمكن بتاع 40 او 50 سنتي وليها ايد كبيره جدا، وكان المكواجي ابو رجل ده بيحط رجليه على المكوى علشان يكوي بيها الجلاليب، يكوي بيها القفطان بتاع المشايخ، يكوي بيها الجبه والكاكولا الى اخره الى اخره الى اخره. فكانت تعتبر من المهن الراقيه جدا جدا اللي بتجعل الانسان يتحكم في رجله عشان يكوي بيها المكوى. طبعا لما بنروح الزكنيه وسوق السلاح وزرع النوى والمغربلين الى اخره الى اخره، احنا بنشوف اشياء بتدل على ثقافة المجتمع المصري اللي عاش في عصور مختلفة من نوعية المهن ونوعية الكلام ونوعية الترحاب بتاع هؤلاء الناس لاي طفل صغير او اي شاب صغير. فكنا واحنا اطفال صغيرين كنا امنين على انفسنا اننا نعدي الطرق ونعدي الشوارع ونمشي لغايه ما نوصل هناك، لا في حد بيخطف ولا في حد بيقتل ولا في حد بيعتدي على الاطفال في نفس الوقت. ليه؟ لان كان ثقافه المجتمع هي المحافظه على الاطفال وعلى اي شخص غريب بيخش عندنا المنطقه او بيخش عندكم المنطقه. ايضا من الحاجات الجميله اللي انا كنت شفتها وانا صغير، كنا لما نمشي في شارع محمد علي بالليل واحنا طالعين عند ما بين مسجدين، مسجد السلطان حسن على ايدك اليمين ومسجد الرفاعي على ايدك الشمال، وفي اخر الشارع بتاع محمد علي بتكون قلعه صلاح الدين الايوبي رحمه الله عليه. كنا بالليل لما بنمشي في الشارع ده كان طبعا الثوره جابت العواميد الانوار الكبيره، وكان الليل في الوقت ده كان بيبقى زي النهار لان العواميد دي كانت بتبقى مولعه بالليل. فكنا بنجد كتير جدا من الشباب من منطقه القلعه ومنطقه اللي هو المغربلين والحاجات دي كلها بيجوا بالليل يقعدوا في ايام الصيف ايام المذاكره يذاكروا ويقروا ويسمعوا لبعضهم تحت انوار هذه الاعمده الجميله. كان ده بيبين لنا ان حتى هؤلاء الشباب الصغيرين كانوا مصرين على انهم يحصلوا العلم، وكان في جزء منهم اما ما عندهمش نور في البيت واما البيت بتاعهم كان مكتظ بالاولاد والاخوه الى اخره، وكانوا بيخرجوا في يقعدوا ما بين السلطان حسن، جامع السلطان حسن وجامع الرفاعي، يقعدوا يذاكروا لغايه ما شاء الله لهم ان يذاكروا. دي بتديك الصوره اللي بتجعل الطفل اللي في مثل سني انا يكون مصر على النجاح، مصر على النجاح حتى لو ما كانش عنده امكانيات. اشكركم جميعا لمشاهده الفيديو، وارجو ان تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.